يا مساء الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد من إن بوكس على شاشه صدى البلد. اخباركم يا جماعه؟ النهارده بقى ان شاء الله هيكون معانا فقرات متنوعه وكمان هيكون معانا بقى فقره جامده جدا جدا. لكن في البدايه طبعا ارحب بزمايلي واصحابي نوران ورحمه. منور يا بنات. اخباركم ايه؟ بصي بيبي هقول لك نفس الكلام اللي قلته لك في اوضه الميك اب. قولي لي يا بيبي شكلك كانك جايه من ميكونوس او انت في ميكونوس مثلا. اوه بيبي عارفه البرونزاج بقى والحاجات والفساتين اللي هي الكيوت دي. ميرسي يا رحمه حبيبتي. انت كمان قمر. الحمد لله انا كويسه. ديزني. انت عامله ايه؟ ديزني. لا انتوا حاجه كويسه حاجه جميله. دي حاجه كويسه. انا حاساها تريقه. لا والله جمال حاساها تريقه. ما علينا ما علينا. هو بيشتري عدواتنا. بتتقال كده صح مش كده؟ بيشتري عدوات. ماشي ماشي يا رحمه فينا وانت عارفه بالظبط. هو بيتوعدني قبل ما هوا دلوقتي واحنا والتتر. بصوا اقطع عليه يا استاذ باجوري. ايوه مش حرامي. المهم يا جماعه النهارده ان شاء الله معانا فقرات حلوه جدا. فقرتنا الثانيه معانا شاب ظريف كده لطيف كلنا شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا فيديوهاته على فيسبوك ويوتيوب. بصراحه حاجه كده ترد الروح. شاب بيعزف كمانجا في مطار الغردقه وبيمتع السياح اللي جايين مصر وبيخليهم برضو ايه بياخدوا فكره ان احنا ارتست. ان احنا فنانين. فنانين بالظبط. الفن جوانا بالظبط. بس ربنا ايه؟ بس ربنا هدانا. يس. هو كمان بيعمل يا جماعه مقطوعات جميله قوي عجباني جدا. هو الراجل ده يعني الفكره فيه ان هو يعني بيروج للسياحه من خلال استقباله للسياح وللناس في مطار الغردقه. بالظبط كده. وبيقعد يعزف لهم بقى معزوفات عالميه علشان يبقوا فاهمين يعني عارفين المزيكا دي اشتغلت فين. بتاعت بيتهوفن مثلا. انت عارفه انا مبسوطه قوي من الموضوع ده ليه؟ لانه بره في الدول الاوروبيه دايما واحنا مسافرين بنشوف فعلا الناس بتقف في الشارع وبتعزف كمانجا وبيوروا فنهم للناس والناس بتتبسط بيهم جدا وبتقف تتفرج عليهم بتشجعهم. فانا حابه ان الثقافه دي بدات تبقى عندنا ان اي حد صح. عنده موهبه وعنده فن يعرضه قدام الناس من غير اي حاجه يعني بابسط الطرق صح. والوسائل. بالظبط. طيب دي هتبقى فقرتنا الاخيره. لكن فقرتنا دلوقتي حابين نتكلم معاكم ونسلط الضوء اكتر على فنانه من اهم فنانات جيلها في الوسط الفني وهي الفنانه القديره اللي انا بحبها شخصيا جدا عبلة كامل. واحنا حابين نحتفل بعيد ميلادها اللي كان من يومين ونقول لها كل سنه وانتي طيبه. هو عيد ميلادها كان امبارح 17 سبتمبر. وهنتكلم عن ادوارها واهم العلامات اللي ميزت الدراما والسينما بيها خصوصا انه عبلة كامل بتحس ان انت ما بتتفرج عليها زي والدتك اختك الكبيره او حتى الصديقه الحنونه اللي دايما بتدي عطاء وحنان لكل اللي حواليها. وده بينته جدا في ادوار كتيره قوي سواء في الدراما او السينما. وهي تميزت جدا جدا لانه لحد دلوقتي في جمل وافيهات احنا بنكررها وبنقولها بنرددها بالظبط بنقولها في حياتنا الطبيعيه خصوصا دورها في فيلم الليمبي وهنعرض اجزاء منه ودورها مثلا في عفاريت السياله كان مع احمد الفيشاوي. عفاريت السياله ده انا يا نهار انا بموت في المسلسل ده. بصوا يا جماعه يعني من الاخر كده يعني الفنانه القديره الكبيره عبلة كامل الست عبلة كامل هي الست المصرية البسيطة الجدع الموهوبة في كل شيء. في الكوميديا تلاقي في التراجيدي تلاقي في أي حاجة ممكن تتخيلها فعبلة كامل هتلاقيها موجودة فيها ما شاء الله. يعني كل الأنواع اللي لعبتها سواء كان في المسرحيات أو في الدراما أو كمان في السينما كلها معلمة معانا. حتى يعني في الإفيهات بتاعتها اللي قدمتها في الكوميدي حتى كمان في الحاجات الدرامية اللي احنا شفناها أثرت فينا جدا حتى كمان في الحاجات التراجيدي اللي بالنسبة لنا احنا كنا بنقعد ونقعد نعيط معاها من الآخر كده لما كانت تبقى قاعدة يعني غلبانة على أمرها وتقعد تشتكي للناس من خلال المشهد بتاعها لدرجة إن طلع يعني كوميكسات أو كوميكس يعني كتيرة جدا على السوشيال ميديا بعبلة كامل ان طبعا. هي يعني حزينه شويه فاحنا نبقى عاملين كده بنضحك فالإفيه بتاعها مع الليمبي مثلا مع محمد سعد عامل ازاي. فعبلة كامل مهما وظفتها ومهما اتكلمنا عليها طبعا مش هنقدر نخلص الحلقه عليها لان هي ما شاء الله يعني تاريخ كبير جدا من الاعمال الفنيه اللي قدمتها. انا بعشقها والشعب التونسي كله بيعشقها والمغرب العربي طبعا. هي والاستاذ الكبير عادل امام عندنا هم من ضمن الاهرامات بالنسبه لنا بتوع الفن والتمثيل. فكرتني انا امبارح قريت بوست كان حد كاتب بوست على عبلة كامل بيقول ان انا متاكد ان هي
جواها كل الشخصيات دي، يعني هي احنا ما نعرفش عبلة كامل على حقيقتها، يعني من كتر ما هي بتعمل ادوار صح. كل دور بيجي لها هو هي من كتر ما تبقى صادقه في ادوارها صح. وبتوصل لنا جدا. فانا قريت البوست وقعدت اضحك بصراحه علشان بيوصفها كده بطريقه لذيذه وبيحبها جدا، يعني اللي كان كاتب البوست بيقول برضو ان هي لما بيجي لها الدور كأنه مثلا هي مش عارفه اشرح لكم البوست ازاي، يعني هو قايل شويه كلمات كده ما ينفعش ان هي تتقال، بس بيقول يعني مثلا بيجي لها سيناريو بتقول مثلا ده دور ده هي يعني هي بتعمله في الحقيقه. يعني بصراحه طبعا عبلة كامل انت عارفه ليه ادوارها بتوصل لك قوي وبتوصل لكل المصريين؟ عشان هي يمكن مقله جدا في حواراتها التلفزيونيه وما بتظهرش وما بتعملش حوارات. انا لقيت لها لقاء بس نادر وهي زمان بتقول لهم بيقولوا لها انت نفسك في ايه؟ بتقول لهم انا نفسي اتجوز، بس كان بالانجلش. انا لقيت 20 ثانيه بس على اليوتيوب بس قعدت اضحك بصراحه، دمها زي العسل. هي فعلا يعني اولا بتعرف تتقمص ادوار كتيره جدا جدا، وهنتكلم في فقرتنا عن ادوارها ما بين الكوميدي والتراجيدي والادوار المركبه والادوار الرومانسيه والادوار الحزينه. بس قبل ما نتكلم على كل ده نطلع نشوف فيديو بسيط كده عن مجمل اعمالها ونرجع نكمل كلامنا تاني عن عبلة كامل. يلا بينا. زي ما احنا شفنا كده ده كان فيديو عن حياة عبلة كامل ومسيرتها الفنية وبدأت امتى التمثيل، وهي على فكرة كانت متخرجة من كلية آداب لكن هي قررت انه تبدأ على طول حياتها الفنية، وبدأت فعلا اول دور ليها كان في مسرحية الفنان محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر. والدور ده علم جدا مع الناس، خصوصا هي أبدعت فيه بكل تلقائية. أحلى حاجة في عبلة كامل اللي أنا بحبه فيها إن هي ما بتعتمدش على الشكل ولا بتعتمد على المكياج أو جمالها كسيدة، هي بتعتمد على التلقائية. يمكن هي الفنانة الوحيدة اللي بتطلع من غير ما بتحط مكياج وتبقى طبيعية جدا. ليه؟ لأن هي بتمثل بنات كتير قوي ممكن تبقى كده فعلا، إن هي تلقائية ما بتحبش تحط مكياج، طبيعية جدا قاعدة في البيت بشكلها ده، بتخرج بشكلها ده، فيمكن هي بتتميز في الحتة دي عشان كده بتقدر توصل لنا. كان أول مسيرة ليها في حياتها الفنية كان مسرحية محمد صبحي في وجهة نظر. إيه تاني عملت يا فاروق؟ طبعا يا جماعة يعني نبدأ معاه على طول بفاطمة كشري. فاكرين فاطمة كشري؟ طبعا الأم الجميلة الحنونة اللي هي كانت بتحافظ على بناتها وكمان واقفه جنب جوزها لحد ما كبر وعدى المحنه بتاعته بشكل كبير جدا، وقدين هي كانت بتبين للناس دور الست المصريه في المسلسل ده بالذات، وكمان مسلسل انا عايش في جلباب ابي، وكمان بتوضح للناس يا جماعه يعني ان حتى لو كانت الظروف صعبه شويه بالنسبه لنا فاحنا ازاي ممكن نعديها وازاي ممكن نكبر وازاي ممكن كمان نربي الاولاد. فزي ما نوران قال كده من شويه ان عبلة كامل هتحطها في اي مكان هتلاقيها تبدع معاك، هتلاقيها هي بطبيعتها بتلقائيتها بشطارتها بجمالها طبعا الجميل جدا المصري. بس انا ليا اعتاب عند يعني ليها بالنسبه لي يعني ان هي مقله جدا في ظهورها في التلفزيون. يعني انا ليه يعني احنا عايزين نستفيد منك جدا وعايزين كمان تظهري بشكل اكبر وتمتعينا جدا بوجودك معانا في الاعلام وبظهورك معانا من خلال اعمال الفنيه بتاعتك طبعا بتقدمها لنا. هو في وجهه نظر هو في ناس ما بتحبش الظهور علشان احنا بنبقى
وحشانا امتى نشوفها تاني، فبنبقى متلهفين امتى نشوف لها عمل. بس طبعا يعني احنا نفسنا طبعا نشوفها، خصوصا دلوقتي عشان انا بقول لكم لما شفت اللقاءات بتاعتها لقيت لقاء واحد من زمان قوي وكانت صغننه جدا يعني. طبعا الادوار اللي انا تابعتها جدا وهي مسلسل عفاريت السياله اللي كان مع احمد الفيشاوي بصراحه، وكانت الام الكوميدي في نفس الوقت الحنينه في نفس الوقت بافهاتها. كانت بصراحه من اهم، انا بشوف من اهم اعمالها كان مسلسل عفاريت السياله. وعملت كمان زي الشهد والدموع وليالي الحلميه وضمير ابله حكمت، وبعد كده عملت طبعا عفاريت السياله يعني جه بعده. حلو قوي. طيب عايزه اقول لكم بقى ان اخر اعمال الفنانه عبله كامل كان مسلسل سلسله دم، كلنا طبعا عارفينه وتابعناه. يمكن المسلسل ده من المسلسلات اللي دلوقتي في العصر اللي احنا عايشينه يمكن 5 أجزاء من ايام ليالي الحلميه، وكان هو 5 أجزاء ما تكررتش ابدا فكره ان احنا نعمل مسلسل اجزاء كتير، لكن الفنانه عبله كامل عملت كان المسلسل ده اثر في ناس كتير جدا. واحنا معانا كمان على التليفون المؤلف مجدي صابر اللي مؤلف سلسله دم، وكان برضو سبق ليها ان هي عملت معاه عملين وهي صغيره. برحب بيك يا استاذ مجدي. اهلا بيك، ويعني اشرف انكم بتعملوا حلقه جميله عن الفنانه القديره الجميله عبله كامل. طيب انا حابه اتكلم مع حضرتك عن دورها في سلسله دم، خصوصا انه يعني هو 5 أجزاء والمسلسل ده نجح بشكل كبير جدا والناس تابعته وكانت متلهفه جدا على انها تتابع الاجزاء الجديده. دور عبله كامل من لما كانت عملت مع حضرتك مسلسلين، يمكن مسلسل احلام العمر ومسلسل الماضي يحدث الان او يعود الان، عفوا حابة اعرف دورها بقى في سلسله ده. عمل ليها عمل مهم جدا معايا في اين قلبي. واين قلبي؟ صح طبعا. اللي عملته مع الفنانه يسرى، لا ده عمل من اهم، ده عمل ضجه في مصر والله الوقت ده. طبعا كلمنا يا استاذ مجدي بقى عن الفنانه القديره عبله كامل. شوف عبله كامل من اطيب الناس اللي ممكن تشتغل معاهم، ما تحسش انك بتتعامل مع نجمه. ليس لها طلبات النجوم لا في شغلها ولا في حياتها الخاصه ولا في تعاملاتها مع البشر. عبله كامل يعني بتشتغل بالطليقه بالفطره. الموضوع ده انا حبيته هشتغله بغض النظر بقى هتاخد اجر كام، اسمها هيتكتب ازاي، كل دي كانت عوامل ما بتهمهاش في شغلها. اللي يهمها انها الدور ده هي حبيته وشايفه انها تعمل فيه اضافه، هتقدم فيه شخصية جديدة، وهي كانت سارعة في التقمص. يعني أنت لما تتفرج على عبلة كامل في سلسلة الدم ما تقولش دي عبلة كامل، دي نصرة. كان جديد عليها الدور فعلا. وهي كان عندها قدرة على التقمص غير عادية لدرجة أنا كنت بندهش إزاي بتخش جوه الورق جوه الكلام جوه التفاصيل، بحيث يعني أنا تقولي أنا ما بشوفش عبلة كامل، أنا بشوف نصرة حقيقة لا مجازا. هي كانت مريحه جدا في شغلها، زي ما بقول لك ملهاش طلبات خالص خالص غير انها عايزه تؤدي المشهد كافضل ما يكون. طيب استاذ مجدي كلمنا كده عن النقله بقى اللي كانت موجوده في عبله كامل من بدايتها خالص، من سواء من اين قلبي او كمان احلام العمر او الماضي يعود الان، لبقى يعني مجموعه مسلسلات او اجزاء لسلسله دم. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه النضج اللي حصل ليها بشكل كبير بالنسبه لك؟ لا 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 نضج كبير جدا عبله ما بين مثلا اين قلبي لعبله في سلسله الدم، لا نضج كبير. نضج وخبره في الحياه، ده بيظهر في شغلها على فكره. يعني انت لما تشوفي عبله في اين قلبي شابه وتد، جسدت دور الامراه العانس اللي امها مش عايزه تجوزها لاي حد حفاظا على اسم العيله وخوفا على الارض الزراعيه ياخدها حد غريب. اما تشوفيها في سلسله دم، لا سلسله دم هي ام وجده ايضا فيما بعد. تبص لها في المسلسل تقولي دي عندها 60 سنه ولا 65 سنه وعامله 50 سنه على فكره. مظبوط. فالنضج ده يخليها تتمكن من ادواتها، تتقمص الشخصيه مش بس روح وحتى شكلا. احساسها بالكلمه اللي بتقولها بالجمله اللي بتقولها احيانا تقترح اضافه كلمه او اضافه جمله. ده لانها عايشه جوه الشخصيه، يعني ده لانها بتعصر الشخصيه وتحس ان هنا محتاجه حاجه مفصليه كده. يعني
يعني استاذه عبله كامل كانت بتتدخل ساعات كده وتزود حاجات على النص لا مثلا. لا انا مش بقول بتتدخل دي تفصيلات. لا مش بتتدخل بالطريقه لا يعني ممكن تزود حاجه هي حساها مثلا في المشهد، تزود كلمه، تزود جمله قصيره. يعني هي ما كانتش تحب اللي يتدخل في الورق على فكره، لا منها ولا من زمايلها، كانت تيجي تستأذن في ودني كده. ده لانها بتحترم النص اللي بتقدمه الا ما كانتش قدمته من البدايه. طبعا يعني استاذ مجدي جزء من احترامها للمهنه احترامها لاصحاب المهنه، احترامها للمخرج، احترامها للكاتب، حتى احترامها لاقل زميل او كومبارس بيقدم قدامها مشهد. وعلى فكره يا استاذ مجدي يعني هو ده فعلا الكواليس اللي حضرتك بتحكي عنها يمكن فعلا بتوصل لنا من خلال مشاهدها. هي مقلة جدا في ظهورها الإعلامي سواء في حوارات تلفزيونية أو في المهرجانات. هي مقلة، هي ترفض يعني بقى لها النهارده حوالي 15 سنة أو أكثر ما بتطلعش لا في لقاء تلفزيوني ولا حوار صحفي. واللي يقول لك أنا سجلت لها حوار قولي له بمنتهى الثقة أنت كذاب. طب ممكن نعرف إيه السبب؟ هي مقتنعة تماما، يعني مسألة خاصة ما حدش له يتدخل فيها يعني. طبعا. قد يكون أجرت حوار وما اتبسطتش، قالت كلام وكتب غيره، وارد إنه ده يحصل. أنا مش بتكلم بلسانها، أنا بقول جايز. لكن هي فعلا ممتنعه، بتقول اللي عايز يسالني يشوفني على الشاشه، ما عنديش اكثر من اللي انا بقوله من خلال الشاشه اللي انا الدور اللي انا بقدمه. طب استاذ مجدي حضرتك شايف يعني في راي ناس يعني موجوده بتقول ان الفنانه القديره عبله كامل ان هي ما ينفعش تكون يعني فنانه يعني اللي هي من فنانه شباك، او ممكن يبقى في فيلم نجمه شباك بالظبط كده. هي ما عملت افلام كانت هي 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 بطله الافلام. لا يعني عملت ازاي بقى؟ عملت بلطية العايمة، عملت اكثر من فيلم. لا وعملت مع محمد سعد. وعملت مع مي عز الدين. لا عملت افلام كثيره كانت بطولتها. مين قال؟ يعني كان في احد المخرجين او المخرجات بالاخص يعني كان ليه تعليق قد كده في الجزئيه دي بالاخص، يعني قال ان الفنانه عبله كامل هي فنانه قديره جدا وكبيره لكن مش نجمه شباك، مش هجيب ايرادات. هل دلوقتي بقى المقياس بالنسبه لنا يا استاذ مجدي في الفن ان مين هيجيب ايرادات اكتر؟ لا 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 لا. طب ما هي عبله في سلسله دم اعلى نسبه مشاهده في تاريخ الدراما كده في العالم العربي بالكامل. يعني المقياس مش ايرادات افلام او المقياس مش فلوس. لا طبعا لا. ليه؟ طب ما هي في الفيديو رقم واحد بدليل سلسله دم. يعني انت عايز ايه تاني؟ ما هي لا طبعا انا مش عايز انا بكذب الكلام ده، انا مش عايز حاجه. هي نجمه شباك يعني طبعا يعني لا عبله اسم كبير، وعبله اي حد يتمنى انها تشتغل معاه على فكره. يعني النهارده ما هي من ساعه ما خلصت سلسله دم قاعده وما بتشتغلش، دي ما جالهاش ورق هي اقتنعت بيه. هي مطلوبه 100 منتج عايزها، لكن هي طبعا. هي المهم هي عايزه ايه؟ يمكن هي من الفنانات اللي فعلا بتعتمد على تمثيلها والموهبه بتاعتها اكتر من الشكل والمظاهر. زي طبعا. ما فنانات طبعا. كتير بيعتمدوا على العامل ده. نشكرك يا استاذ مجدي، نورتنا. انا اللي بشكرك. بصراحه يعني انا شايفه ان هي وجهة نظرها ممكن تكون صح، عشان توحشنا برضو. انا معاها يعني على فكرة. يعني انا بقعد استناها بفارغ الصبر، واول ما اشوفها عامله كامل هشوف لها خلاص ايه العمل. احنا بسرعة جدا جدا هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع الفنانة القديرة جدا عامله كامل.